بعد ما كملنا الصلاه كيف ما كتشوفوا دابا غادي نجيو نمونطيو. اول حاجه كنقادو هو الكتاف، كنلاقيو الكتاف كيف ما كتشوفوا، كنلاقيو الوجه على الوجه. يعني انا كنخيط دابا في الظهر ديال الثوب، يعني هذه مساله واضحه ولكن ماشي مشكل نشير ليها بالنسبه للمبتدئات. لاقيو الكتف مع الكتف، لاقيو بهذه الطريقه هذه. دابا الكتف الاخر كيف ما كتشوفوا، وانا كنقاد وانا كنقطع هذوك الخيوط اللي تيكونوا، يعني وانا خدامه كنخيط او ميم طو كنقطع داك الخيوط، وهذا باش كتكون الخدمه ديالي نقيه، كيبقاو شكل الخيوط كيخسروا الجماليه ديال القطع او ميم طو كيديرونجيو بهذه الطريقه. المهم انا حاولت نختصر الامور، يعني الامور اللي كتكون خاصني نشرحها فانا كنحاول نشرحها، والامور اللي كتكون ديجا راه باينه كنحاول نقصها باش ما نطولش الفيديو. يعني فصورت الفيديو راه كان فايت ساعه، ولكن بقيت راكم عارفين مع المونتاج وهذا تقديتو باش الحاجه اللي ما كاينلاش تقطع من الافضل. من بعد ما قطعنا عفوا لقينا الكتاف، دابا غادي نلصقوا الكمام. كنحدد المنتصف ديالكم كنكرانيه بهذه الطريقه هذه باش جاك القطعه البلاصه فين كرانيت هي اللي كنلصقها مع الملتقى ديال الكتاف. بهذه الطريقه هذه كنفتح الخياطه ديال الكتاف وكنبدا الخياطه. من بعد ما كنكون حددت المنتصف ديالكم بهذه الطريقه، تنبقى غاديه كنخيط وانا كنلاقي القطعتين ديال الثوب. علاش؟ باش ما يكونش عندي شي ديكالاج او اللي يهرب ليا الكم. كيف ما كتشوفوا ملي كنوصل للطرف ها نتوما اللي راه لكم قدو قد التركيز، يعني هذا كيبقى الفصاله كما قلت لكم، كما سبق ليا وشرحت الطريقه كيفاش كنخرج التركيز وكيفاش كنفصل لكم، هي اللي كتكون النتيجه ديالها بحال هكا. كيجي كيجي عبار لكم، كيجي عبار مع الربوعه ومع القطعه ديال الخلف. من بعد ما كنكمل الجهه الاولى ديالكم كنحيد كنقلب الخياطه وكنخيط القطعه الاخرى الجهه الاخرى. انتم غادي تشوفوا معايا ما غادي نلقى حتى شي زوائد، لا من لا بالنسبه للربعه الاماميين ولا بالنسبه ملي كنبغي نلصقوا مع القطعه ديال الظهر. انتم كيف كتشوفوا حتى حاجه ما زايده ما ناقصه، الكم كيجي عبار. اللي بغى الدرس ديال الطريقه ديال كيفاش نفصلوا لكم راه ممكن تلقاوها عندي في القناه. ودابا غادي من بعد ما لصقت لكم الاخر بنفس الطريقه اشنو كندير، اول حاجه كنلاقيها باش نهبط مع الجناب نخيطها، كنلاقي تحت الباط كيف ما كتشوفوا معايا، كنقد الخياطه بهذه الطريقه باش ما يجينيش تحت الباط معبد، وغنبدا الخياطه. يعني ما نبداش من الراس ديالكم غادي يجيني ديكالاج، فانا كنبدا من تحت الباط كيف ما كتشوفوا وغنهبط بالخياطه. ونفس الطريقه كما قلت لكم ملي كنخيط لكم كنحاول انني نلاقي طروفه، يعني ما نخليش الثوب يهرب ليا من بعضياته. واحد الملاحظه اخرى وهو انني منين كنكون كنخيط كنبقى شاده الثوب، يعني الطرف الامامي والخلفي كنبعد بواحد 40 سنتيم ونقاد الطروفه ديال الثوب ونخيط، نبعد عاوتاني ب 40 سنتيم ونشد الطروفه ديال الثوب ونخيط، باش منين كنوصل للاسفل ديال الجلابه ما كنخليش الماكينه دير اللي بغات، حيت ربما في الاخر كنلقاها كلات ليا واحد الجهه اكثر من الجهه الاخرى، وكنلقى القطعه الاماميه طول من الخلفيه او الخلفيه طول من الاماميه، فاهمين؟ فباش نتفاداو حنا هاد الديكالاج هذا كنبقى كما قلت لكم كنشد الطرفه ديال الثوب كنبعد 40 سنتيم ونخيط وكنحاول نقاد الثوب ديالي. انا راه كان في امكاني نسرع الفيديو هنا، ولكن هذه نقطه من بين النقط اللي بغيت نوريها للمبتدئات، قلت نخلي الفيديو كما هو احسن نكمل الخياطه. هنا حبست عند البلاصه ديال الفتاحي كرانيت، يعني درت رتقت الخياطه عفوا ماشي كرانيت، رتقت الخياطه وغادي وخيطت الجهه الاخرى. ودابا غنجي للامام، الامام كنخلي داك 10 سنتيم ديال الفتحه ديال التجلابه وكنخيط نفس الطريقه ديال خياطه الجناب، كنرتقت الخيط مزيان في البدايه وكنهبط عاوتاني بالخياطه بنفس الطريقه اللي كنت سبق ليا وشرحت لكم في البدايه ديال الفيديو. يعني كنهبط ب 40 سنتيم كنقاد الثوب في يدي وكنبقى غاديه وكنخيط. بالنسبه للربوع الاماميين كنرد البال لواحد القضيه، وهو انني من الافضل انني كنسورجي ديك الامام، واخا هو تيكون ديجا داك البلاصه كتكون فيها واحد بحال واحد السينته، يعني كتكون مبدله ماشي بحال الثوب، ولكن من الافضل انني نسورجيها باش ما كتبقاش مديكاليه. وملي نكون كنخيط كيف ما شفتوا كنحيد ب 40 سنتيم وكنقاد الثوب ونخيط باش الماكينه ما كتاخذش ليا الطرف اكثر من طرف، يعني ما نلقاش الامام كلاتو اكثر من الخلف. شفتوا كيجيو قد قد، لا بالنسبه للامام ولا بالنسبه
واخا انت راك مقطعاهم بنفس العبار، ولكن الا خليتي الماكينه دير اللي بغات ملي كتخيطي وتسالي كتلقاي واحد الجهه اكثر من واحد الجهه، كتبقاي تقولي كيفاش فين كاين المشكل. هذا هو المشكل، راهي الا خيطيها بلا ما تقادي الطروفه غتلقاي هاد الديكالاج، و الا فتقتيه وعاودتي خيطيه راه نفس القطع غتلقاهم قد قد، يعني السر كيبقى غير في الطريقه. من بعد ما خيط الامام والخلف، دابا غادي نجي نخيط الكمام. نبدا من راس لكم دابا عادي، يعني ضبط العبار لانني ديجا خيط من تحت الابط بالنسبه للقطعه. كنرتق الخيط دائما ملي كنبدا الخياطه اولا ملي كنسالي الخياطه كنرتق الخيط باش ما يتفتقش ليا وكنمشي، ودائما كنحاول نقاد الثوب ما نخليش الماكينه دير اللي بغات، كنقاد الثوب باش ما يجينيش جهه هاربه على جهه، وكنطلق البلاصه فين ما البلاصه اللي عندي فيها الثوب مطوي كنحاول نطلق الخياطه وكنرتق كيف ما كتشوفوا. صافي بهذه الطريقه هذه غنكون خيطت لكم، غنخيط لكم الاخر حتى هو وغادي نرجع لعندكم باش نصاوب القب. دابا غادي نخيطوا مع بعضياتنا ان شاء الله القب، شوفوني كيفاش غادي نمونطيه القب. انا ديجا كان عندي فيه واحد الفتحه الفوق لحقاش ما جانيش مسدود، جات عندي الفتحه، ولكن ماشي مشكل ملي غنكون كنبت العقيق غادي داك الملاقيه. المهم الا كنا كنخدموا بالطرسان كنديروا لها الطرسان مفتل، انا في هذه الحاله هذه غادي نلاقيها بالعقيق فغادي نعمرها بالعقيق وما غيبقاش عندي ديكالاج. دابا غادي نخيطه ها هو كيف ما كتشوفوا، شفتوا الفتحه اللي قلت لكم، ولكن ماشي مشكل غادي نصايب ليها العقيق ملي يكون كنطوي نكفف داك البلاصه ديال القبه، غنفتح البلاصه ديال الخياطه باش ما تجينيش غليظه. ودابا غادي نمونطيه كيف ما كتشوفوا. اول حاجه كندير غادي نشد القطعه الخلفيه ديال الجلابه كيف ما كتشوفوا، القطعه الخلفيه الرقبه غادي نشوف المنتصف ديالها وغادي نكراني بهذه الطريقه هذه. داك الكرانه هي اللي غتساعدني باش نعرف فين غادي نلصق القب، يعني ديك الخياطه ديال القب غادي نفتح الخياطه بهذه الطريقه هذه. القفه يعني القفه غادي نلصقها في الكرانه، غنحاول نطلع بالقب بواحد جوج سنتيم، جوج سنتيم غادي يكون القب مرتفع على القطعه الخلفيه ونبدا الخياطه بهذه الطريقه هذه. البلاصه ديال الخياطه دائما نفتحها، هادو الكتاف غنفتحهم، ودائما القب هو اللي مرتفع على الجلابه بجوج سنتيم. هانتوما غتعرفوا علاش كنخلي داك غنخليه متفاوت، كنخلي القب متفاوت على الجلابه بديك جوج سنتيم باش من بعد هو اللي كنفيني به. هذيك القطعه اللي مرتفعه بجوج سنتيم هي اللي غادي نفيني بها في الاخر. غادي نخيط الجهه اليمنى ديال القب ومن بعد نرجع للجهه اليسرى كيف ما كنا درنا في الكم، يعني البلاصه ديال الكرانه كنبداو باليمين ومن بعد كنقلب ونخيط عاوتاني من الجهه اليسرى. باش يعني ما كنبداوش من الطرف ونكملوا، يعني ديك القضيه ديال نبدا الخياطه من الاول وانا غادي شوف يجي القب في بلاصته ولا ما يجيش، لاني ضروري خصني نضبط الامور ديالي. الوسط ديال القب خصو يجي في البلاصه فين كرانينا، والجناب خصو يجي قد قد باش ما نبقاش واحد في الاخر. ملي نبغي نفيني الامور ديالي تكون مضبوطه، الا تعلمتي تصايبي امورك مضبوطه راه دائما غادي تكون الخدمه ديالك نقيه. الا تعلمتي تشوفي عاوتاني الديفو وتخليه وتغطي عليه، دائما الخدمه ديالك يكون فيها الديفو. شفتوا جوج سنتيم اللي قلت لكم قبيله كنخلي، ها نتوما غتشوفوا دابا كيفاش غنخدم بها. كنطويها بهذه الطريقه هذه باش كتفيني ليا، وغادي نخيط داك جوج سنتيم كنطويها. انا ما قطعتش الثوب الدخلاني لانه ديجا غير صغير، يعني ما نحتاجش انا نقطعو باش ما يبقاش يتنسل ليا، غير طويت داك جوج سنتيم بهذه الطريقه هذه كنطويها. كنحاول نمشي بنفس الطويه، يعني ما تكون لا كبيره لا صغيره، طويه يعني العرض ديال الطويه باش بديت في الاول غنكمل بها منين غنوصل عند الكتاف. شفتوا يعني نمشي بنفس العرض غادي نوصل عند الكتاف، نحاول نحافظ على داك الفتحه، يعني نفتح داك الخياطه باش ما تبقاش هي كركوبه هكا تحت الخياطه ندير ليا ديكالاج. صافي كنكمل الخياطه ديالي. كما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي كنرد لها البال وهي انني نمشي بنفس العرض اللي بديت فيه في الاول نمشي به باش تكون الخدمه ديالي متقونه. الخياطه هي كنتاكد انها مفتوحه باش ما ديرش ليا مشكل. صافي وكنكمل حتى الاخر. اللي بقاو ديك الجنيبات غادي نوريكم بحالاش غادي نفينيهم، غنقطعهم الزوائد اللي ما عندي ما ندير بهم، غادي نقطعهم باش منين نطوي الثوب ما يبقاوش ما كتبقاش داك الثوب مكلكع يعني عامر هكذا ودير ليا ديكالاج كيخسر ليا الجماليه ديال القطعه.
هادي من بعد ما ساليت غادي نقي الخيوط، الحاجه اللي ما عندي ما ندير بها غادي نقيها. صافي شتو الخيطه كيفاش كتجي من الخلف، كتجي مفينيه بهذه الطريقه هذه، يعني ما كنتاكد ان حتى حاجه ما مطويه حتى حاجه ممكن نحاول غير نوريكم، انا عارفه ما كاينش الديكالاج ولكن نوري يعني ما فيها، بس نتاكدوا هاد الزوائد هادو كنقطعهم باش منين نطوي داك البلاصه عاوتاني ما نلقاش مشكل. فوالا بهذه الطريقه هذه. هاد المقص الفينيشو ضروري يكون عندكم، كيعاون صراحه. دابا من بعد ما لصقت القبه بالطريقه خاصني نفيني، خاصني الطويه. دابا غنوريكم بحالاش غنصاوب ديك الطويه لتما والفتاحي بلا ما نقطع الثوب بلا ما نقيسو. لاحظوا معايا شنو غادي ندير. دابا الجلابه على وجهها، شنو غندير؟ غادي نقلبها على الظهر ديالها بهذه الطريقه هذه. داك الملتقى ديال الخياطه ديال الامام كنفتح الخياطه بهذه الطريقه هذه، غادي نفتحها. من الافضل انها تصلح، انا كنقلبها وكنصلحها وكنطوي بهذه الطريقه، يعني كنطويها من الداخل كنطوي، المهم كنخلي واحد جوج سنتيم ونبدا نطوي يعني عبر السورجي، السورجي كندخلو لداخل بهذه الطريقه هذه. وريتكم بلي زيت مانكل باش تفهموا بشكل اوضح، يعني السورجي كندخلو لداخل كنطوي. دابا انا في ظهر الجلابه يعني في الدخلاني فين كاينه الخياطه ماشي في الوجه. لاحظوا معايا كيفاش غادي بحال هكا. حاولت ما درت غير لي زيت مانكل، ولكن انا نخيطها باش نوريكم بحالاش غادي تجي في الاخر. خياطه غادي نخيط من تما وغادي ندور باش ملي كنقلب الجلابه على وجهها ما تيبانش ليا الديفو. هانتوما ردوا معايا البال، حاولت نطبقها حداكم، يعني ماشي غنشرحها لكم شفهيا، غادي نطوي. هانتوما يعني قيمت السورجي، السورجي اللي غنطوي، يعني الطوى الطي عفوا الطي ديال الثوب كيكون لداخل، غادي نطويه جهه لداخل ماشي لبرا، حيت كاين اللي كيمونطي الجلابه الا بغى يديرها للعقيق كيطويه لبرا وكيقطع ديك الطروفه ديال الثوب باش يخرجوا لبرا، وكتبقى القضيه شويه مرونه هكا اسهل، وكيجي الفينيسيون نقيه بزاف. هانتوما غتشوفوا ملي غادي نسالي غادي تجي نقيه بزاف. نكمل الخياطه ديال، يعني انا غادي دابا وكندخل طويه للداخل كنخرج بها من العنق من جهه الجلابه وغندورها على القب ونرجع عاوتاني لعند العنق. غلاحظوا معايا الفينيسيو ديالو كتجي رائعه، كيجيش كاع ما غادي نقطعها ما غادي نقيسها لا بالنسبه للقب ولا بالنسبه للفتاح. نتوما شفتوا وصلت للجهه الاخرى من العنق كنطوي، قيمت السورجي صافي كنطوي. منين كندخل الخياطه لداخل كندخل بواحد جوج سنتيم لعند العنق وكندور، كندور وكنرجع للخياطه الاولى اللي بديت بيها. هانتوما غتشوفوا معايا كيفاش كتجي مفينيه، شفتوا جات مفينيه هذيك الفتحه ديال العنق، هانتوما مفينيه ما كيبانش كاع، يعني ما نقطع الثوب ما نقيسو. وداك الخيط اللي كتشوفوا راه غادي يتدرق من بعد اصلا هو في لون الثوب ولكن كيتدرق بالعقيق، يعني منين غنبتوها بالعقيق صافي ما يبقاش يبان الخيط كاع اصلا. دابا غادي نجيو للفتحه، الفتحه كذلك نفس الطريقه اللي صوبنا بها العنق، كنجي كندخل من الفتحه يعني جهه الخياطه البلاصه اللي مخيطه، كندخل انا لداخل واحد شويه بواحد جوج سنتيم ونبدا الطويه ديالي ونخيط وندور ونرجع للجهه الاخرى باش كتبقى يعني الثوب ما كنقطعوش، كاين اللي كيقطعوا يقلبوا لعندو كيبقى يتنسل، يعني الا طحتي في شي ثوب ماشي شي كاليتي كيبقى يتنسل، اللهم هكا ما كيتقطعش الثوب كاع. ها انتما كنطويو للداخل، دائما كنطويو للداخل، كنطلع مع الفتحه نيشان وكندخل بلاصه الخياطه بواحد جوج سنتيم كيف ما ركزوا معايا. غنمشي نيسان بالخياطه هانتوما وكنطلع، يعني واخا كنوصل للبلاصه اللي مخيطه فيها كنزيد ندخل انا بواحد جوج سنتيم بهذه الطريقه، وغادي نهز غير الصباط بوحدو ما نهزش البره، نهز غير الصباط ونطوي الجهه الاخرى بهذه الطريقه هذه، ونضرب واحد ثلاثه ديال الدقات يعني باش حتى داك الثوب اللي طويته يبقى مشدود مزيان، ونهز عاوتاني الصباط وندور. وباش تشوفوا معايا كيفاش غادي تجي الفتحه متقونه، ما غاديش يجي عندي فيها ديكالاج ولا شي حاجه، راه نفس الطريقه اللي درت في نص الطوق حتى الا ما كانتش واضحه ديال الصدر، ها هي كنظن هذه واضحه اكثر. حاولت نبطئ الفيديو باش
لي زيتاب يمشيو شويه يعني، وحتى المبتدئات ناخذوا بعين الاعتبار انه كاين اخوات مبتدئات كيبغيو يشوفوا الحاجه بالخشيبات باش توصل الفكره. فوالا بهذه الطريقه شفتوا، دابا هذه الجلابه من الداخل من جهه الخياطه، ومن برا ها كيفاش كتجي، كتجي هكا صافي. ومن بعد راح غادي نلاقيوها شفتوا يعني، ومن بعد حنا غادي نلاقيوها ان شاء الله بالعقيق صافي، ما كيبقاش يبان كاع بلاصه الخياطه. دابا غادي نجيو الكميمات، غادي نخيط الكميمات. انا تعمدت اني ما نكبرش الكفه ديالكم لاني بغيت العقيق يجي في الراس لكم. دابا نوريكم ان شاء الله منين غادي نخدمها، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. الحاجه اللي كنأكد عليها وهي دائما البلاصه اللي فيها الخياطه نفتحها كيف ما كتشوفوا، باش ما تجينيش لانه الا جيت نطوي داك الطروفه بجوج الجهه وحده كيجي معبد، ما كيعطيش جماليه، واخا كيتصلح ما كتكونش جماليه. على ذكر الصلاح، الحاجه اللي كنتو غتخدموها بالعقيق من الافضل منين نخيطها نمونطيها بحال هكذا تصلح قبل ما تمونط بالعقيق، لانه بعض المرات او في اغلب الاحيان واخا كتديها المصبانه هنا وقع لي ديكالاج هربت لي البره، فغادي نصلح هاد الديكالاج هذا ضروري. يعني غادي نهز الصباط وغنمشي لذاك البلايصه اللي هربات البرا وغادي نقادها، ومن بعد غادي نقي بالمقص يعني ما نخليش الديفو. نرجعوا للموضوع اللي كنت كنقول لكم، وهو هي من الافضل ان البياسه تصلح قبل ما تمونط بالعقيق، لانه الا مشات درتي لها العقيق وهذا بعض المرات العقيق ما تيخليهاش تصلح مزيان، من الافضل تصلح هي الاولى عاد تمونط بالعقيق باش كتجي الجماليه ديالها احسن. صافي دابا ساليت لتحت ما غاديش نخيطو، غادي نخليه حيت انا بغيت نكفو باليد كتجي حسن، التكفيفه ديال اليد كتجي حسن، ولكن تنسالي لها تنباس وغادي نكففها بهذه الطريقه، يكون بقى لي غير العقيق صافي. هذا هو الشكل النهائي ديال البياسه من بعد ما ساليتها. دابا غادي نصلحها وغنبدا لها التنبات ديال العقيق. هو كل واحد وطريقته، ولكن هذه الطريقه انا هذه كتعجبني، كتجيني اسهل وكتجي فينيسيون مزيانه. يلا السلام عليكم ورحمه الله.